اليوم السيسي يوجه كلمة في منتدى دافوس حول صورة مصر الجديدة. يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس كلمة إلى العالم من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ أعماله مساء أمس الأربعاء بمدينة دافوس السويسرية، بحضور أكثر من 40 من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود، إلى جانب رؤساء كبرى المنظمات الإقليمية والدولية و1500 من رؤساء كبريات الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة، وأيضا أصحاب الأعمال والخبراء الأكاديميين في مجال التمويل والاستثمار والاقتصاديات المختلفة والعلاقات الدولية. ومن المنتظر أن تتضمن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا شاملا لصورة مصر الجديدة. تعليقا على هذا الخبر مشاهدينا، معنا دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. تعليق حضرتك على الخبر إيه؟ طيب، احنا بنشوف ان اهم مؤتمر اقتصادي ومنتدى اقتصادي خلال العقد ونصف الماضي هو مؤتمر دافوس. دي نمرة واحد. اتنين، تواجد مصر خلال الاربع سنوات الماضية من يوم الثلاث 25 يناير 2011 حتى الان كان تواجد ضعيف جدا. ثلاثة، النهاردة السنة دي اول مرة يبقى التواجد برئاسة رئيس الدولة والمجموعة الاقتصادية بالكامل موجودة. أربعة، التواجد دوت بيدي لمصر مجموعة من الاستفادات. واحد، بنقول للعالم أدي المكانة الإقليمية والدولية لمصر، إن مصر عادت للسيادة والمكانة بتاعتها. اتنين، إن المؤتمر دوت فيه نقول 4000 شخصية من العيار الثقيل من رجال المال والأعمال ورجال الإعلام. في عندك هنا على الأقل 47 رئيس دولة ورئيس حكومة موجودين. أربعة، دي فرصة أن يتم الترويج لمؤتمر مصر الاقتصادي اللي مزمع عقده 13 و14 و15 مارس 2015. ستة، أنا دي فرصة للتواصل بيننا وبين العالم وبين كبريات الشركات. صحيح. إن أخواننا المستثمرين أنت عاوزين إيه؟ إيه مشاكلكم مع مصر اللي نقدر نحلها؟ انتوا في الفترة القادمة ايه المشاكل علشان تيجوا لقلب مصر؟ هل هي مشاكل معوقات بس؟ هل هي مشاكل في القطاعات والصناعات؟ هل خريطة استثمارية لمصر؟ يبقى انت بيتم التعرف على وجهة النظر الاخرى، واحنا يبقى معانا 55 يوم او 54 يوم نستطيع ان احنا نبلور هذه الفكرة والافكار والحاجات اللي الناس عاوزينها في صورة قرارات وقوانين تقدر تستفيد بها مصر لجذب من 40 ل 50 مليار دولار على الاقل في مؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ في مارس القادم. ده اللي بنأمله فعلا يا دكتور. انا بشكرك شكرا جزيلا ليك دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا ليك.